اهلا بيكم اعزائي طلاب الصف الاول الاعدادي، معاكم مستر مجدي خلف والحصه الاخيره ومراجعه ليله الامتحان للساينس. النهارده ان شاء الله هنخلص مقرر الترم الاول كله في ساعه واحده. هتقدر تلم المقرر كله الترم كله وتجيب فيه درجه عاليه كمان ان لم تكن الفول مارك ان شاء الله. ما ننساش اللايك والشير، اهم حاجه الشير، انا مطلوب جدا الشير على قد ما نقدر لان القناه محتاجه دعمكم، والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد وتبقى ابديتد معانا على القناه. خليك شريك معانا في القناه وساعد ودعم القناه من خلال مشاركتك، واللايك والشير والسبسكرايب ده بيعمل لينا دعم كبير جدا. شكرا ليكم على اي حال، ومستمرين وبنقدم خدماتنا التعليمية مجانا من غير أي حاجة. خلينا نبدأ على طول المراجعة بتاعتنا علشان عندنا شغل كتير النهاردة. Question number one, complete the following. So the measuring unit of mass is. What are the measuring units of mass? سريعا، ده من الأسئلة السهلة اللي نقدر نتعامل معاها بسهولة. أنا مستني بس يفتح البرنامج. Yes, so someone says gram, so you can say gram or kilogram. So the measuring unit of mass are gram and kilogram. So gram or kilogram. Yes, number two. While the measuring unit of volume is, so we have many. So volume of liquids is measured in liter, if you remember this. And we have cubic centimeter, if you remember cubic centimeter. So this is for all volumes. Okay. Number two, what alloy? Alloy, اللي هي السليكة يعني أو الخليط. Alloy is used in making jewels. Which alloy? We have two alloys. So what is used in making jewels is what? Excellent. Copper, gold, alloy. So copper gold alloy is used in making jewels. While the other alloy is what? Yes, nickel chrome. Nickel chrome alloy that is made, that is used in making what? Heating coils. Yes, heating coils. اللي هي السلك التسخين يعني. افتكروا كويس قوي، السؤال ده بيجي كتير قوي. كوبر جولد الوي يوزد ان ميكينج جولز، في الذهب والمجوهرات يعني. وايل نيكل كروم الوي از يوزد ان ميكينج هيتنج كويل. نمبر 3، ووتر مولكيول از كومبوزد اوف تو اتومز اوف وات؟ طب نفتكر مع بعض، الووتر كان ايه الووتر؟ ايوه H2O. ووتر ووز H2 means yes. Two atoms of A. ال2 دي بتبقى بتاع ال H، تمام؟ بتبقى مكتوبة تحتها عشان البرنامج هنا مش بيسمح لينا بإن احنا زي الوورد كده بنكتب الخطوط الصغيرة. طيب أدي H2، it means yes two hydrogen. So two atoms of hydrogen, yes. And one atom of what? Oxygen. So water contains, water molecules contains two atoms of hydrogen and one atom of oxygen, H2O. طيب the primary source of energy on earth is، هو ما فيش غير هو ال primary source of energy on earth، هو مين؟ the sun. The sun is the primary, is the permanent of source of energy on earth. هو المصدر الدائم والأولي والأساسي، هو الصن. Heat transfers in metals by metals like iron, like aluminum, like gold, like copper. So heat transfers in solids. So ممكن نشيل هنا ويقول لك solids or metals. But heat transfers in some solids by what? Excellent. Conduction. Conduction. مهمة جدا ولازم تيجي في امتحان. While in water, water is liquid. طيب heat transfers in liquid and gases by excellent convection. Yes. Simple electric cell اهي قدامنا اهي. انا جبت لكم الرسمه، مش موجوده في الشيت
تمام. لكن انا جبت لكم الرسمه عشان تبقى واضحه قوي لانها بتيجي كتير. يبقى عندنا سيمبل الكتريك سيل كونفيرت وات انرجي تو وات انرجي. طيب انا عندي هنا ايه اللي موجود؟ H2SO4، ايوه اللي هو دايليوتد سلفوريك اسيد، دايليوتد سلفوريك اسيد اللي هو حمض الكبريتيك المخفف يعني. طب ده يبقى ايه ده؟ كيميكال انرجي. سو سيمبل الكتريك سيل change or converts chemical energy stored in diluted sulfuric acid into this electric energy. هيديني ايه في الاخر؟ electric energy. الكلام ده قلنا بيبقى موجود فين؟ في الليمون والبوتيتوس. تمام؟ الليمون بيبقى الاسيد في chemical energy، والبوتيتوس بيبقى السولت سولوشن اللي جواها هو اللي فيه ايه؟ الكيميكال انرجي. افتكر دي اسمها electric simple cell. change chemical energy inside H2SO4 sulfuric acid into electric energy. طب هنا البوزيتيف، شايفين البوزيتيف ايه؟ كوبر. طب والنيجاتيف؟ زنك. هيبقى عليها مجموعه من الاسئله، خد بالكم افتكروها كويس دي. طيب the positive pole in simple electric cell اهو لسه احنا فيها. مين البوزيتيف بول هنا؟ اكسلنت، سي يو اللي هو ايه؟ الكوبر. So the positive pole يبقى copper، أو لو عايز تكتب الكيميكال سيمبل Cu. أوكي؟ While the negative pole أيوه بيبقى إيه؟ الزنك أهو. زنك، أو لو عايز تكتب الكيميكال سيمبل Zn. أدي عندنا البوزيتيف بول اللي هو الكبر النحاس يعني، والنيجاتيف بول اللي هو الزنك. Protons carry what charges? So protons are, bravo, positive. Yes. Protons positive. طب electron negative. So protons carry positive charges while space carry negative charges. So electrons carry negative charges. مهمة جدا جدا. Protons inside the nucleus of the atom carry positive charge. وخدوها كده من الاسم positive protons، protons positive while electrons negative charge. The chemical sample for sodium. Okay, sodium is a Latin name, yeah? So Na, natrium. Sodium Na comes from the Latin name natrium. While the chemical sample of sulfur, so this one S. The first energy level is saturated by how many electrons? So the first energy level, so yes, 2 electrons. K, the energy level K is saturated with 2 electrons because it is the lowest energy level. The lowest level in energy and the closest to the nucleus. While the third level is saturated by هنا according to the relation 2n power 2. هنكتب هنا الريليشن لو انت عشان تشتغل عليها 2n power 2. طيب so the third one المستوى الثالث بمعنى ايه؟ 2 times 3 times 3 3 times 3 9 times 2 equal 18. So this 18. From edentates or toothless. انا جبتها لكم الاثنين اهو، يعني ساعات يقول لك edentates or toothless يعني اللي ما عندهمش اسنان. mammals is what؟ so we have two. number one excellent sloth. number two armadillo. so edentates we have two. we have okay sloth and armadillo. bird migration is what kind of adaptation? Bird migration is, yes, excellent, behavioral adaptation. While secreting sweat and secreting poison and the chameleon, so three, they are what? Functional, excellent. They are functional adaptation. So bird migration, behavioral adaptation. Hibernation, behavioral adaptation. Stivation, behavioral adaptation.
So functional secreting poison in snakes, secreting sweat, and number three, chameleons, they are functional adaptations. So muscles have what? Support. So you remember? Yes, they have this external support. External support. While snakes have, yes, internal support. External support يعني بيبقى الهيكل بتاعه او التقويه بتاعته زي العظام عندنا كده يعني بيبقى من بره، فعندنا الماسلز والسنيلز دول بيبقوا external support. Internal support عندنا الفيش والبيردز والميمالز دول بيبقوا، والريبتايلز دول بيبقوا internal support. Plants that reproduce by spores, space and space. طيب افتكر كده السبورس، قلنا المجموعة مين اللي بتعمل سبورس او reproduce by spores اللي هما الفيرنز. زي ايه بقى؟ Excellent. Adiantum. Yes. Adiantum and Voagir. So عندنا Adiantum and Voagir. So Adiantum and Voagir, they reproduce by a by spore. Wheat belongs to Angiosperm. Wheat اللي هو القمح. افتكر كده القمح. ايوه هو في ايه؟ ايوه فلقة واحدة بس صح كده؟ يعني في شقة واحدة بس. يبقى ده بيبقى ايه؟ مونو كاتاليدون. اكسلنت. مونو كاتاليدون. So while space belong to dicotyledon angiosperm. مين بقى الدايكاتاليدون؟ اكتب بقى اللي يعجبك، في عندك البينز، في عندك البي، تمام؟ كل دول ايه؟ دايكاتاليدون. يبقى انا عندي المونو كاتاليدون يعني في شقه واحده بس، ما عندوش شقتين يعني. زي الويت القمح، زي الميز اللي هي الذره. طيب الثاني بقى اللي هو البين والبيز، دول بيبقى عندهم شقتين يعني فلقتين، عشان كده بيسموهم دايكاتاليدون. The basic unit of classification. ها مين basic unit of classification؟ Excellent. Species. So species is the basic or fundamental unit of classification. Number 17. Space and space are insectivores. So اللي هم النباتات اكلوا الحشرات يعني، اللي هم insect eaters. ايوه دايونيه، برافو عليكم. مين كمان؟ دروسيرا اند هالوفيلا. دايونيه، دروسيرا اند هالوفيلا. اند هالوفيلا. So they are called insectivores, دايونيه، دروسيرا اند هالوفيلا. So the front limbs in whales are modified into الويلز بقى ايه؟ Yes, paddles. Excellent. So the front limbs in whales are modified into paddles to help them swim or to perform the function of swimming. The front limbs in bats are modified into wings. Yes. So in bats, wings to help them fly. The front, so this is the last one. About the front limbs in monkeys and the gorilla, yes, elongated arms, they are long arms to help them climb. The front limbs in horses, yes, modified into legs to help them run. ده اللي موجودين عندنا. So the beaks of predatory birds, birds that eat meat, okay, or meat eater, اللي هي الطيور الجارحة اللي بتاكل اللحوم دي. طيب البيكس بتاعتهم ار ايه؟ ايوه برافو عليكم. نمبر 1 سترونج، نمبر 2 شارب، اهم واحده بقى نمبر 3 هي المميزه قوي بقى اللي هي ايه؟ كروكت اور هوكت، يعني ممكن تكتب كروكت، تمام؟ عايز تكتب كروكت كده اكتبها، تاهت منك اكتب كلمه هوكت كده، اللي كله بيؤدي نفس المعنى. كوتشن نمبر 2 تشوز، يلا كده مع بعض. We can differentiate يعني نفرق أو نميز ما بين
ذا فينيجر اند بيرفيوم باي. طبعا الفينيجر والبيرفيوم اكتر حاجه نروح ليها اللي هي ايه الاودر بتاعك، طالما قلنا بيرفيوم يبقى نروح على طول على ايه الاودر اللي هي الريحه. ذا نيكلس اوف ذا اتوم سبيس ان تشارج. So what is the charge of the necklace? The necklace is, yes, positive. The necklace is positive. Why? Because necklace contains positive protons and neutral neutrons. So the charge of the necklace is positive. Iron molecules is composed of atom. Iron is mono, yeah? Yes, so iron is mono. That's why we write iron like this. يعني احنا دايما لما بنيجي نكتب الايرون بنكتب ايه؟ بنكتبه اف اي بس، يعني ده الكيميكال سيمبل بتاع الايرون صح؟ اف اي. فعشان كده بنتكتب كده بس. طيب الحاجات الدايزل الاوكسجين تلاقونا بنكتبها او 2 اتش 2 ان 2 صح كده؟ طيب يبقى هنا الايرون ده ايه؟ مونو. سبيس هنا سوري انا عايزين دي سبيس از ان اكتيف جاز. اكتيف جاز، اكتيف جاز يعني ايه؟ يعني مش نوبل جاز اللي هو مين بقى؟ الاكسجين والهيدروجين والنيتروجين والحاجات دي اسمها ايه؟ اكتيف جازز. طب مين بقى اللي هم الانرت جاز او inactive جازز اللي هم الهيليوم والنيون والارجون والكريبتون والرادون والزينون؟ دول اسمهم yes اسمهم inert gases or noble gases. They don't share a chemical reaction. Why? ليه؟ Give reason. Because the outermost energy level is completely filled with electrons. كل energy level بتاع ال inert gases زي الهيليوم والنيون بيبقى مليان عنده 8 الكترونات باستثناء الهيليوم لان هو عنده 1 energy level واحد بس فبيبقى مليان باثنين بس. Number 5. Space belongs to animals that have no support. No support يعني ما عندهمش سوفت اللي هم عندهم سوفت بادي. مين بقى السوفت بادي اللي عندنا؟ ايوه الاوكتوبس ويل جيلي فيش. دول نو سبورت يعني ما عندهمش عظام خالص، يعني تلاقي الجسم بتاعهم رخوي اسمهم رخويات. طيب بريدترز بيردز هاف وات انتيريور فينجرز. انا جبت لكم الصوره قدامكم اهي. انتيريور يعني الثلاثه اللي من قدام، بص كده 1 2 3 بص عدوا معايا هتلاقي دايما عندهم 1 2 3 ثلاثه قدام وفي واحد اللي هو عامل زي الكماشه ورا ده. الثلاثه اللي قدام دول اسمهم انتيريور، اسمهم انتيريور. طب واللي ورا ده اسمه بوستيريور. يبقى البريدتي بيردز اللي هم دول اهي انا جبتهم لكم اهم عندهم 3 انتيريور فينجرز اند 1 بوستيريور فينجرز. طب هنا السؤال بيقول لي predators birds predator birds have what anterior finger? 3 anterior finger. اوكي عندهم ثلاثة ادي الصورة قدامكم وادي البيكس بتاعتهم هتلاقوا البيكس كلها ايه؟ اهو strong sharp and crook معقوفة هتلاقيها معقوفة من قدام كده متنية من قدام. Number 7 the liquid used in simple electric cell. فاكرين لما جبت لكم السمبل الكتريك سيل قلنا الليكويد اللي كان جواه برافو عليكم H2SO4 اهو دايليوتد تكتب كده ديل وتريح نفسك اكتب H2SO4 اللي هو ايه سلفوريك اسيد لو عايز تكتب اسمه هو سلفوريك اسيد دايليوتد سلفوريك ايه اسيد. طيب هو مكتوب موجود هنا ام سوري ده تشوز انا فكرت كومبليت صدقوا. طيب هنا مكتوب اهو دايليوتد سلفوريك اسيد. نمبر 8 سريعا the intermolecular forces are the strongest in what matter? Excellent solid matter we have the most strong force. The sun heat reaches the earth by what? So the sun heat reaches the earth from the space, yes, by radiation. أول ما يقول لك sun heat أعرف إنه على طول يتكلم عن radiation، ولو قال لك space أو vacuum أعرف على طول بيتكلم عن radiation. The number of incisor pairs in the upper jaw of the rabbit. قلنا الرابط بيبقى فيه إيه؟ في الأبر فوق كده بيبقى فيه 2 incisor pair.
is an example for unicellular organism which lives in pond water. Unicellular organism, yes, amoeba, euglena, and paramecium. فاكرينهم؟ الثلاثة دول قلنا live in what? In pond water, في مياه البرك. And they are unicellular, they contain only one cell. When the air is heated, its density يحصل لها ايه؟ اكسلوت. اي حاجه هنا الهواء لما بتسخن الدنسيتي بتاعه بيبقى ايه؟ decrease and rise up. When the air is cooled, its density increase and fall down. Space is a solid substance that is soft at room temperature. Excellent. Aho, rubber. Rubber is a solid substance that is solid, sorry, that is liquid at room temperature. The beaks of duck and geese are duck والجيز اللي هو الوز والبط يعني. ايوه بيبقى ايه؟ هل سترونج كروك؟ لا طبعا، دول اللي هم البريدتر او بريدتري بيرد، الطيور الجارحه. لونج سين دي اللي هي الشالو ووتر بيرد. طبعا وايد اندنتد، هم الدك والجيز بيبقى ايه؟ وايد اندنتد، بيبقى عريض ومشرشر كده يعني. طيب سولار سيل convert solar energy directly into solar cell اللي هي الخلايا الشمسية. طيب طبعا إلى إيه؟ electric energy. تفتكروا solar cell directly change solar energy into electric energy. The second energy level is saturated by what electron? Second. طبعا نرجع قلنا المعادلة اللي عندنا اللي هي 2. طيب second يعني المستوى الثاني، يبقى 2 times 2 تايمز 2 اللي هي السكوير، يعني كنا بنحط 2 سكوير صح؟ 2 باور 2 تطلع كام؟ 8. So the second saturated with 8 electrons. طيب لو قال لي الفورس، يعني سي مثلا قال لك the force، سهله جدا المعادله اللي هي 2n سكوير صح؟ ال 2 دي ثابته تمام؟ المستوى الكام؟ الرابع، ادي رقم 4 قلنا بيتضرب في نفسه عشان السكوير. طيب 4 في 4 هنا 4 تايمز 4 16 تايمز 2 ايكوال 32، هتلاقي يساوي كام؟ 32. وهكذا من المستوى الثالث لو انت عايز تحسبها، ادي 2 قلنا ثابته تايمز المستوى الثالث يعني رقم 3 اضربه في نفسه ثاني 3 اهو يطلع كام؟ 18. دي عشان تفهموا اللي هي المعادلة اللي هي 2 n باور 2 او سكوير 2 اهي. ازاي نحسبها يعني؟ طيب كوكروتش belongs to الكوكروتش ده اهو، عدوا معايا فيه كام؟ jointed leg. jointed leg يعني رجول مفصلية، تلاقي الرجلين بتاعته فيها مفاصل كده، بص اهو ما هياش مستقيمة حتة واحدة، لا هتلاقيها مفصلات اهو، شايفينها كده؟ في مفصل هنا ومفصل هنا تمام، فعشان كده احنا بنسميها jointed leg، ارجل مفصليه يعني. عد معايا كده 1 2 3، لا ده الشنب ده او السنسرز ده مالناش دعوه بيه. 1 2 3 احنا قلنا 3 بيرز، ده يبقى على طول ايه؟ برافو عليكم، 3 بيرز يبقى insect، حشره. طيب the thick white flat pad of camel is، طب احنا بنتكلم عن كلمة pad of camel يعني رجلين الكامل، يعني حاجة في جسم الكامل صح كده؟ يبقى ايه؟ structural adaptation. potential energy depends on only weight only height most of them. طب انت فاكر الرول بتاع ال potential energy؟ كنا بنقول ايه؟ ايوه potential energy equal ايه؟ yes equal weight times ايه؟ height. طيب يبقى عندك بس ادي التو فاكتورز بتوع البوتنشال انرجي موجودين عندك، ويت تايمز هايت، يبقى الايه؟ بوث ويت اند ايه؟ اند هايت. دايما لما تحتار كده اكتب الرول، اكتب القانون، هتلقى الاجابه موجوده فيه اهو. يبقى بوتنشال انرجي ديبيند اون بوث ويت اند هايت. As the weight increase, potential energy increase. As the height increase, potential energy increase. So is from animal that hibernate. hibernate يعني بتنام الشتاء كلها. مين في دول؟ طبعا عندنا ايه؟ الفروج hibernate. طب الاثنين دول استيفيت. فروج hibernate and they
buries himself in mud. بيدفن نفسهم فين؟ في المد، في الطين. question number 3 give reason للأسئلة المقالية أو السي question مهمة جدا. يلا give reason. What float on the surface of water while iron sink؟ طب ليه الوات فلوت الأول؟ بنقول له كده ها؟ Yes. What floats as أيوه it has أو the dynasty as its dynasty is less than the dynasty of water. يبقى number one the dynasty of water. دي number one. يبقى water float because it has dynasty less than the dynasty of water. أي حاجة float بيبقى عندها less dynasty. اوكي طيب الثاني ايرن. ايرن ماله بقى؟ ايوه ايرن سينكس. ليه الايرن بيخطف؟ as it has higher density than water. higher او more density than water. higher density than water. افهمها واكتبها بطريقتك. يبقى الوود والكورك والبلاستيك كل ده فلوت ان ووتر. ليه؟ because they have less density than water. طب الايرون والكوينز والساند كل الحاجات دي سينك يعني بتغطس. ليه في الميه؟ because they have more density than water. طيب a piece of ice changes into water if it is left outside. طب الايس بيحصل له ميلتنج صح كده؟ ليه بقى؟ it has low melting point because او as في كلمه اسمها as اسهل من because اهي as it has low melting point. يبقى الايس عنده ايه؟ low melting point. مين تاني عنده low melting point؟ الواكس and the butter. ثلاث حاجات ايس وواكس وبتر they have low melting point. number 3 electricians اللي هم الكهربائيه يعني use a screwdriver made of iron while its handle is made of plastic. طبعا هنا على طول بقول له iron as it is good conductor. it is good conductor of electricity. oh, it is called good conductor of electricity. طيب ليه بقى ال handle بيبقى بلاستيك؟ بلاستيك ليه بقى؟ it is bad conductor of electricity. plastic as it is bad conductor of electricity. تمام اللي بعد. cooking pans are made of steel or aluminum while their handle نفس السؤال بس هنا بنتكلم عن الهيت. يبقى انا كده بقول له steel or aluminum. انا بقول له كده steel as it is a good conductor of heat. a good conductor of heat. طب ليه بقى بيبقى بلاستيك؟ الهاندل بيبقى بلاستيك ليه بقى؟ بلاستيك as it is a bad conductor of heat. a bad conductor of heat. تمام كده؟ طب نمبر 5 light posts must be coated or painted from time to time. اللي هي عمدان الاناره دي بقى بندهنها كده وبنديها تمام بندهنها من وقت لوقت طبعا to protect it from rust and corrosion عشان نحميها منين؟ من الصدى والتاثر اهو to protect them from rust and corrosion. لو عايزين تكتبوها كده and corrosion اهي to protect them from rust and corrosion. Number 6. It is so hard to break down or fragmentize a piece of iron while it is so easy to pour an amount of water. طبعا قلنا الايرون ايه اللي بيحصل؟ ليه الايرون it is hard to break it down؟ ليه صعب انك تكسر قطعة حديد؟ Because the intermolecular force in iron is so strong. يعني الايرون بنقول كده يبقى هنا كده iron اهو iron has so strong على طول اجابه so strong intermolecular force. intermolecular
So iron has so strong intermolecular force. While water, اللي هو الليكويد, while water has weak intermolecular force. Intermolecular force. تمام؟ يبقى ليه؟ It is so hard to break iron because iron has so strong intermolecular forces while water has weak intermolecular forces. Number seven, atom is neutral in its ordinary state. في الحالة العادية بتاعتها الاتوم neutral. لما ما تكونش في chemical reaction atom is neutral. ليه بقى؟ ليه الاتوم neutral؟ يعني متعادلة. لا هي positive ولا هي negative. ايوه. قلنا ليه؟ Because the number of positive protons equal to the number of negative electrons. Because the number of positive protons, عدد البروتونات الموجبة, positive protons inside the nucleus, بس نختصر على طول, equal to the number of negative electrons. Of negative electrons. Okay. طيب سؤال مهم جدا ده, خدوا بالكم. Mass number is often larger than atomic number. ليه الماس نمبر غالبا بيبقى ما عدا الهيدروجين بس يعني. تمام؟ لكن في الباقي كله بيبقى الماس نمبر is larger than atomic number. قلنا because الماس نمبر بيساوي ايه؟ Because mass number ممكن تكتبها بالطريقة دي. Mass number equal بيساوي ايه بقى؟ Yes, atomic number plus اهو. Atomic number او number of protons, خلينا عشان ما حدش يتلخبط. يبقى الماس نمبر بيساوي number of protons plus a number of neutrons plus number of neutrons. While atomic number, طب الاتوميك نمبر number of protons only. ده عشان كده الماس نمبر بيبقى كتير, لان الماس نمبر بيبقى فيه ايه؟ number of protons اللي هم البوزيتيف and the number of neutrons اللي هم النيوترال inside the nucleus طبعا. طيب الاتوميك نمبر number of protons only. Number 9, inert gas or noble gas do not share in chemical reaction. ده سؤال مهم جدا برضه. قلت وانا في الشرح صح؟ because هتقولوا كده the outermost energy level is completely filled with electrons, is completely filled or saturated with electrons, filled with electrons. بس كده هتقول له the outermost shell of the outermost energy level is completely filled with electrons. عندهم المستوى الاخير دايما بيبقى مليان بالالكترونات, عشان كده مش بيبقوا محتاجين يدخلوا في اي كيميكال رياكشن. Developed countries use wind, water and solar energy. قلنا ال wind وال water وال solar energy دول بيبقوا clean energy. تمام؟ Because they are a clean energy. طبعا هي مش تشيب ولا حاجة, يعني في ساعات بيبقى بتفرق تشيب يعني رخيصة, مش رخيصة ولا حاجة, مكلفة جدا. يعني الانرجي اللي بيجي من ال من الويند والووتر والسولار, السولار انرجي, تمام, لا بيبقى مكلف جدا, بس هو كلين انرجي, doesn't pollute the environment, بيبقى طاقه نظيفه ولا تلوث, كمان هي بتبقى renewable يعني متجدده على طول. خلينا نكتب اي اجابه وصيت زي ار كلين انرجي. تكنولوجي هاز نيجاتيف افكتس, طبعا يلا النيجاتيف افكت نمبر 1 بلوشن, اختصر على طول اكتب كده بلوشن. تمام. نمبر 2 وورز, تكنولوجي از يوزد ان وورز, استخدمت فين؟ في الحروب. يعني ات از يوزد ان وورز اند كيلينج بيبول, استخدموها كمان في الحروب وفي قتل ايه الناس, بالاضافه طبعا لماس, تمام, اللي هي ماس ديستركتيف ويبنز اللي هي اسلحه الدمار الشامل. كفايه دول قوي, بلوشن اند ات از يوزد ان كيلينج. طيب the freezer
or air conditioner is fixed at the top while the heater is fixed on the ground. ليه التكييف بنحطه فوق والفريزر بتاع الثلاجة بيبقى من فوق؟ وليه الدفاية بتاعت الكهرباء بتبقى على الأرض؟ طبعا قلنا إيه؟ فاكرين؟ أيوه، because the cold air has more density أو high density so it falls down. High density so it falls down. يعني أنا بديكم إجابات مختصرة بحيث إن هي تأدي الغرض تمام وتقدروا تذاكروها في الوقت القصير ده. طبعا because the cold air طبعا when the air is cold its density increase and fall down and when the air is heated تمام. فاحنا أنا أعطيتك الإجابة المختصرة because the cold air has more density so it falls down. طيب العكس تماما هيبقى هنا في الهيتر، ايوه، لان الاثنين تعتبر اجابه واحده. هتقول لي كده while the hot air has low density so it rises up. low density so it rises up. دي اجابه للنقطتين دول. Hedgehog has front and scissors extending outward. ليه الهيدجهوج اللي هو الأنفس ده عنده الأسنان بتاعته طالعة بره؟ كلمة extending outward يعني اسم scissors الأسنان القاطعة دي طالعين ليه لبره؟ To capture insects عشان يمسك بيهم الحشرات أو to capture insects يمسك بيهم إيه؟ الحشرات أو يصطاد بيهم الحشرات. طيب 14 A rabbit and a cat cannot mate together. مستحيل يتجوزوا يعني. A rabbit والكات ما ينفعش يتجوزوا. أيوه. Because أو as they belong to a different species. They belong to different species. هم من فصائل أو أنواع مختلفة. Because they are different species or they belong to different species. يعني الأرنب يتجوز أرنب والكات يتجوز كات، أوكي؟ Some plants predate insects، فاكرين؟ اللي هي الدايونية والدروسرا والهالوفيلا. طب ليه بياكلوا الحشرات البلانتس دول؟ يعني ليه البلانتس دول دي غريبة؟ يعني البلانتس دول أوتوتروفيك وكمان ما بيعملوش ما عندهمش أي بريديشن أي افتراس، لكن دول ليه بيفترسوا الحشرات؟ To make their protein عشان يقدروا يعملوا بروتين. As their roots cannot absorb the nitrogenous substance. الروتس بتاعتهم مش بتقدر تمتص المواد النيتروجينية من التربة. فهم بيضطروا يعوضوها منين؟ من الحشرات. خلاص؟ يبقى احنا كده to make their protein. يعني خد كده الإجابة المختصرة المفيدة. يبقى هنا to make their protein. عايز تستفيد as their roots cannot absorb nitrogenous substances from soil تمام كده؟ عايز تكتب الجزء الاولاني ده زي الفل خالص اهو to make their protein اهو to make their protein. عايز تكمل as their roots cannot absorb nitrogenous substances from the soil. Some animals hibernate in winter. ليه الانيمالز بقى بيبيتوا وبيناموا الشتاء كلها hibernate in winter to overcome the low temperature to overcome عشان يتغلبوا على ايه؟ low to overcome the low temperature درجة الحرارة المنخفضة. يبقى to overcome the low temperature. طيب جربوا استيفيت ليه جربوه تمام بتعمل استيفيشن يعني بتبيت بتقعد في الصيف كده في خمول كده دورمنت بتبقى دورمنت during the day في وقت النهار في الصيف. ليه بقى؟ to overcome طبعا هنا قلنا low temperature يبقى هنا high temperature يعني افتكر الاستيفيشن ده بيبقى فين في السماء يبقى to overcome حاجتين بقى هنا to overcome the low sorry the high temperature the high temperature and shortage of water وحاجتين كمان هنا to overcome the high temperature and shortage of water نقص المياه shortage of water بيعيشوا في الصحراء ما بيبقاش في ميه فعشان كده بيعملوا الاستيفيشن.
يبقى هايبرنيشن تو اوفر كام ذا لو تمبريتشر. طيب في الاستيفيشن اللي هو في الجربوه والديزرت سنيل يبقى تو اوفر كام هاي تمبريتشر اند شورتج اوف فود. Some birds migrate in winter. طبعا بيعملوا migrate to reproduce. To reproduce عشان يعني التكاثر. Overcome برضه هي نفس overcome low temperature. هم طبعا بيهاجروا للجنوب للساوث بيبقى درجة الحرارة معتدلة هناك فبيعملوا reproduction بيقدروا يعملوا reproduction تكاثر هناك. Overcome low temperature. ده الجيف ريزن اهو كله. اتمنى ان احنا كنا بنتابع. سؤال تاني بقى. رايت ذا الكترونيك كونفيجريشن فور اول ذا فولوينج. انا عندي هنا او 8 اوكسجين 8 16 هيبقى مكتوب لك الرقم الثاني فوق اللي هو الماس نمبر مالكش دعوه. يعني دايما كده بيبقى حاطط لك الرقمين كده 8 16 مالكش دعوه بالرقم الكبير مش بتاعك عشان في الامتحانات بيحطوا لك الاثنين ده عشان يشوفك فاهم ولا لا. انا في النهايه بتعامل مع ايه؟ بتعامل مع الرقم الصغير اللي هو ايوه الاتوميك نمبر فقط لا. اول حاجه تمام هنا الاتوميك نمبر اللي هو كام؟ 8 بروتونز. ده معناه ان انا عندي كام؟ 8 الكترون. يبقى في الحاله دي لما يبقى الجواز ده بقول الكي بياخد كام؟ بيبقى فيه كام؟ ايوه الكي دايما بيتملى باتنين صح كده؟ طيب اللي بعده الال. طيب ال ال يقدر يشيل لغايه 8. طب انا اوريدي خلاص انا الثمانيه دول خدت منهم اثنين اتبقى معايا سته بس فهو اللي متبقي معايا كام؟ يبقى ال ال هحط فيه ايه؟ السته الباقي. يبقى اللي هنا التوزيع بتاع الاكسجين هيبقى كي 2 ال 6 على كده. طبعا بترسم الرسمه انت بتاعت الانرجي ليفل مش عارف هنا في بنسل اهو تمام بتعمل كده انت الرسمه بتاعت الانرجي ليفل اهو كده تمام كده. طيب المغنيسيوم 12 المغنيسيوم 12 وبيبقى هنا 24 اهو بيحط لك هنا 24. طيب في حته ناقصه هنا نمبر اوف نيوترونز. طب انا عندي كام؟ ها 8 بروتونز وال 16 دي بروتونز اند نيوترونز. طب اما ينقصوا من بعض خلاص ادي هنا 16 minus 8 equal 8 minus الرقمين من بعض على طول هتاخد رقم النيوترون. هنا يلا المغنيزيوم هتعملوها انتم بقى. نجيب الرسمة هنا. ادي البنسل اهو. يلا. انا بشتغل على ايه؟ ايوه بشتغل على الرقم الصغير اللي هو كام؟ 12. طيب اول مستوى اسمه ايه؟ كين. هياخد كام؟ 2. احط فيه 2. طيب لسه انا معايا هنا 12. خدت منهم 2 اتبقوا معايا 10 كده او 10. يلا ال10 هنا المستوى الثاني ال هياخد كام؟ بيقدر يشيل لغايه 8 ما عندوش مشكله. طب انا اوريدي معايا 10 احط 8 هنا. طيب اتبقى معايا كام؟ 2. ادي هنا 2 بلس 8 10. طب هما منين 12 يبقى لسه باقي معايا 2. افتح المستوى الثالث ال واحط فيه الاثنين اللي باقيين معايا اهو. سهله كده؟ تعدي. يبقى لما نيجي نوزع المغنيزيوم ادي المغنيزيوم بنقول له كده هنا الكين خد كام؟ 2. بعديها الال خد كام؟ الال 8 برافو. وبعديها بنقول له الام الام خد كام؟ بنفس الطريقه كده انت بتشتغل في الامتحان. طيب النمبر اوف نيوترونز قلنا بالماينس 24 ماينس 12 اهو ماينسهم من بعض يطلعوا ايه؟ 24 ماينس 12 ايكوال 12. طيب كلورين 17 طبعا هنا 17 35 ادي هنا 35 خلاص. طيب يلا نفس الطريقة أنا عندي كام؟ 17 للمرة المليون. أقول لك مالكش دعوة بالرقم الكبير لما تيجي توزع مالكش دعوة بالرقم الكبير أنت بتشتغل على ده الصغير الأتوميك نمبر اللي هو ده نمبر أوف بروتونز ده لأن هو إيكوال نمبر أوف إلكترونز. طيب يلا مع بعض تعالى نوزعهم. قلنا الكي هياخد كام؟ 2 بنفس الطريقة كده. طيب أنا عندي هنا 17 خدت منهم 2 لسه معايا 15 تاني معايا 15 تاني
طب ده يقدر يشيل لغاية 8، احط من ال 15 8، يتبقوا معايا لسه 7 تاني، اروح حاططهم فين؟ في المستوى الثالث ده اهو. طب لما نيجي يلا نكتب بقى هنا في الكلورين، بنقول له الكين خد من 2 2. طيب الثاني بقى ال 8، ادي ال خد 8. طيب الثالث اللي هو الام، اهو حطينا فيه كام الام؟ 7. ادي كده نبقى خلاص. طبعا عارفين هنا بنجيبهم ازاي، اطرح بقى 35 ماينس 35 ماينس 17 هيطلع 18 نيوترون، عادي بالنسبة. تمام كده؟ طيب خلينا نخش في اللي هو correct the underline. The atomic number is written on the upper. انا جبت لكم مثال هنا، ادي الصوديوم 1123، فين الاتوميك نمبر؟ قلنا الرقم الصغير دايما هو ايه؟ الاتوميك نمبر. So sodium 1123 طبعا هنا مش بيبقى في الابر، بيبقى فين؟ lower، the lower left side، في اللور في الجنب، مع ان عادي يعني هتروح بعد كده او تخش على جوجل هتلاقوا مكتوب ساعات فوق ساعات تحت، مش فارق كتير قوي يعني، يعني القصه دي مش دقيقه قوي يعني. طب ازاي يا مستر نعرف؟ معروف الاتوميك نمبر بيبقى هو السمولر نمبر، هو الرقم الصغير، تتعامل معاه على طول، هو الاتوميك نمبر هيبقى الرقم الصغير على طول. طيب فوليوم ميجرينج يونت از الفوليوم، فاكرين كنا بنقول ايه؟ ايوه يعني اكتر حاجه اللي هي كيوبيك سنتيمتر، دي اللي هي طبعا الفوليوم ممكن الليكويدز بيبقى فيها الليتر والملي ليتر. طيب لو انتوا عايزين تكتبوا تمام، والليتر والملي ليتر، ادي كل ادي كل اليونتس بتاعت ايه؟ بتاعت الفوليوم. طيب بلاستيك از ا جود كوندكتور اوف الكتريسيتي، البلاستيك بيبقى جود كوندكتور؟ نو، باد كوندكتور اوف الكتريسيتي. وي كان ديفرنشيت بين شوجر اند فلاور باي زير كلر، والشوجر وايت والفلاور اللي هو الدقيق وايت، لكن تمام سهل جدا لو احنا دقناهم يعني. يعني لو دقنا ده هنقدر نعرف كل واحد فيهم ايه. طيب نيكل كروم الاي از يوزد ان مانيفاكتشرنج اوف جولز، قلنا الجولز ما يبقاش نيكل كروم يبقى ايه؟ برافو عليكم، كوبر جولد. افتكر كل المعلومات اللي جايه بعد كده هتبقى اعاده يعني. ها طيب كوبر فلوتس اون ووترز، كوبر ده ميتال والميتالز كلهم سيم. كوبر فلوتس، لا مين اللي فلوت بقى؟ حط بقى اللي انت عايزه، عايز تحط كلمه كورك حط كورك، عايز تحط وود حط وود، عايز تحط بلاستيك حط بلاستيك، عايز تحط اويل حط، يعني عندنا حاجات كتير فلوس، غير كبر وحط اي واحده تانية. دينستي ماس ديفايدد مالتيبلايد ان فوليوم، طبعا الدينستي قلنا بتساوي ايه؟ ماس ديفايدد باي اهي ديفايدد فوليوم، ولازم يبقى الماس فوق يعني، وانت بتعمل لازم يبقى الماس فوق والفوليوم تحت. اير راست after exposing it to dry atmosphere، طب لازم يبقى عندي ايه؟ wet او moist، يعني اللي انت عاجبك قولها اهي، اي واحده من الاثنين wet او moist. The intermolecular force in solid substance is almost not found، لا دي مش في الصوليد، intermolecules are not found in gas substance، in gas substance not in solid. في الصوليد طبعا intermolecular forces بتبقى so strong. So the motion of gas matter is so limited. So limited دي موجودة فين؟ برافو عليكم، في الصوليد مش في الجاز. Solid particles vibrate around their places يعني بيهتزوا في مكانهم فقط لا غير. The compound is formed due to combination of atoms of one element. احنا بنقول compound يبقى different، لازم يبقى two or more يعني different، two or more different elements. معروف الكمباوند yes is formed of two or more different، لازم يكونوا ايه؟ different elements. The sum of mixing volumes of alcohol and water is larger than، لو انت فاكرين كنا بنقول 300 sorry cubic centimeter of water 200 cubic centimeter of alcohol. So the sum okay is less than 500
فاكرين ان تو دي؟ قلنا ليه؟ بيكوز انتر مولوكيولار سبيسز، التجربه اللي اثبتنا فيها ان الانتر مولوك بيكوز الكحول مولكيولز اور الكحول سو ديستريبيوت انسايد ذا ووتر سبيسز. Liquid matter has fixed shape and volume. مين اللي عنده fixed او definite shape and volume؟ ده طبعا مش الليكويد، ده بيبقى مين؟ السوليد. طب الليكويد يا مستر، الليكويد has fixed volume but yes takes the shape of its container، بياخد الشيب بتاع الكونتينر. So water molecule is formed of three similar elements. ما هذا الووتر احنا كتبناه قبل كده صح؟ اللي هو H2A O. So water H2O. الووتر هيبقى similar، انا عندي الهيدروجين وعندي ايه؟ الاكسجين. يبقى different مش similar. طيب برومين is solid diatomic element. البرومين solid؟ No. البرومين بيبقى ايه؟ liquid. البرومين is liquid diatomic non-metal كمان. Electrons evolve in their energy levels according to their size. Electrons according to their energy. بيبقى طبقا للانرجي بتاعهم. So the energy level N is saturated before M. طبعا لا احنا ماشيين K L M N. يبقى في الأول بيبقى M وبعدين بيبقى إيه؟ ال N. Electrons transfer from low energy level to high energy level by losing a quantum. طبعا إذا كنت طالع transfer from energy level low energy level to high، لا يبقى هنا المفروض gaining quantum. يعني طالما طالع من الصغير، يعني مثلا لو طالع من ال K لل M لازم يبقى في هنا gaining quantum، من ال L لل M وهكذا بيبقى في gaining quantum، والكوانتم ده بيبقى equal to the energy of the level itself. يبقى هنا gaining quantum. طالما طالع من ال low لل high يبقى فيها gaining، لكن لو من ال high لل low بيبقى فيها هنا ايه؟ losing. So the Bermond source of energy, the Bermond source, the primary source on the mean, the sun, the sun here, the Bermond source of energy. طيب mechanical energy equal potential energy times kinetic energy. هي times ولا plus؟ برافو عليك، ايه plus. So هي مش times، قلنا mechanical energy equal ايه؟ potential energy plus kinetic energy. Electric energy is converted into kinetic energy as in electric lamp. قلنا electric to kinetic بيبقى في الالكتريك فان، electric فان المروحة الكهربائية. كان المسافة هنا ضيقة. شدها لفوق كده. طيب يلا اللي بعده. In solar cells اللي هي الخلايا الشمسية، solar energy is converted directly into، طبعا قلناها كتير، electric energy. اللي بعده the kinetic energy of the pendulum ball increase as we moved away from the rest point. kinetic energy قلنا moved away or approach، كل ما قربنا من ال rest point اللي هو خط النص ده ال kinetic energy بيبقى عالي جدا. يبقى مش moved away، ممكن نقولها هنا come closer اهي، come closer او approach، يعني في كلمه اسمها approach تمام اللي تعجبك. In solids heat is transferred by convection. هو اول ما قال لي in solids طبعا بيبقى ايه؟ conduction. افتكروها in solid conduction. Worms and octopus belong to vertebrates. فقريات عندهم عمود فقري مثلا، يعني الورمز دول invertebrates. invertebrates rodents have two pairs of incisor nitrogen. الرودنتس زي السكويرل والراد بيبقى عندهم ايه؟ only one. Activation is an example for functional adaptation. مين ال functional adaptation؟ طبعا انت عندك قلنا اهو secreting poison ده functional adaptation. Secreting sweat ده functional adaptation. وعندنا كمان الكاميليون
تمام، ده برضه فانكشن ادابتيشن. The beaks of hawks are wide indented. تفتكر كلمة indented دي ما بتجيش غير مع حاجتين اللي هما ايه؟ ايوه الدق ومين؟ والجوز. طبعا السنجلر بتاعها جوز. يلا مع بعض كده كروز اود وان اوت عشان ما اطولش عليكم. احنا قلنا معلش ممكن نبقى نطول شوية علشان دي الحصة الأخيرة. تاني حاجة اللي احنا بنقوله ده ممكن هتلاقيه كله في الامتحان وساعتها تبقى استفدت قوي. يلا كورك بتريليوم اند وود ايرن، مين اللي هيطلع بره؟ برافو ايرن. ليه؟ لانه ايه؟ واحد يقول لي ماستر الايرن سينك ان ووتر، يس، وكمان الايرن از ايه؟ جود كوندكتور، ودول باد كوندكتور، يعني في كذا طريقة. طيب واكس الومنيوم باتر ايس، مين اللي يطلع بره؟ اكسلنت الومنيوم. ليه يا مستر؟ قلنا الواكس والباتر والايس لو ميلتنج بوينت، بيسيحوا بسرعه. طيب شوجري سولوشن اسيدك سولوشن سولت سولوشن، مين اللي هيطلع بره؟ شوجري سولوشن. ليه؟ بيكوز يس دازنت كوندكت الكتريستي، ما بيوصلش التيار الكهربي، لكن دول جود كوندكت. نيون هيدروجين هيليوم ارجون، دايما بتيجي في الامتحانات نطلع نطلع من بره هيدروجين. ليه؟ because hydrogen active gas. طب والباقيين noble gas، النيون والهيليوم والارجون دول noble gas. يلا nuclear reaction sun with food، ايه ده؟ اه nuclear reaction the source of energy، sun source of energy، food source of energy، لكن الويت ده source of ايه؟ of the food. sun cool petrol natural gas، مين اللي يطلع بره؟ كلهم sources of energy، بس انا عندي الصن هو ايه؟ يس بيرمننت سورس اوف انرجي او برايمري سورس اوف ايه؟ اوف انرجي. دول بيبقوا نون رينوبل سورسز اوف انرجي، اللي هي الكول والبترول والناتشرال جاس، دول نون رينوبل اللي هم فوسيل فيول يعني. كوندكشن فريكشن كونفكشن راديشن، مين يطلع بره؟ اكسلنت، فريكشن هو اللي يطلع بره. ليه؟ يعني دول واي اوف هيت ترانسفير، واي اوف هيت ترانسفير اند واي اوف هيت ترانسفير. طيب الفريكشن the force arises between two touched objects. lion dog wolf armadillo، مين هيطلع بره؟ سهله جدا صح، ارماديلو لانه ايه؟ toothless ما عندوش اسنان او hidden teeth. locust mosquito and spider cockroach، مين اللي يطلع بره؟ spider because yes four legs، spider بيبقى عنده ايه؟ four legs. احنا هنا عندنا الارماديلو ونعمل مربع تاني بال سبايدر اهو. طيب بين باين بيز ويت، مين يطلع بره؟ واحد يقول لي يا مستر انا طالع البيت لان ده مونو كاتاليزم، بس استنى احنا عندنا الباين ده اصلا. ايوه الباين ده بيبقى ايه؟ يس ريبروديوس او السيدز بتاعته بيبقى انسايد كونز، يعني ده ايه؟ جيمنوسبيرم. فدول كلهم البينز والبيز والويت ده ايه؟ انجيوسبيرم، لكن مين ده؟ الباين ده بيبقى ايه؟ جيمنو سبيرم. طيب هنا الكومباريزن سريعا، لو جاب سؤال كومباريزن سوليد وليكويد وجاز شيب اند فوليوم، طب السوليد بيبقى عنده ايه؟ فيكسد شيب اند فوليوم صح؟ فيكسد شيب فيكسد ايه؟ فوليوم. طب الليكويد اه عندهم فيكسد فوليوم، اه يعني الليكويد ده عنده فيكسد فوليوم صح كده؟ لكن ايه؟ not fixed shape صح كده؟ no fixed shape no fixed shape. طيب الجاز ما عندوش بقى لا ده ولا ده، اهو no fixed volume no fixed shape no fixed shape. طيب intermolecular spaces، السبيسز في السوليد قلنا بتبقى ايه؟ so tiny، قليلة جدا جدا جدا. طب هنا في الليكويد بتبقى انترميديت يعني متوسطة، اهو انتر دايما الليكويد بياخد انترميديت على طول في الحتة دي، يعني بيريحنا في الحتة دي انه انترميديت يعني. يعني الليكويد هنا بيبقى انترميديت. طب هنا في الجاز سو لارج سبيسز، سو لارج سبيسز بتبقى سبيسز عالية جدا جدا جدا. طيب انتر مولكيولار فورسز، الفورسز طبعا في السوليد بتبقى سو strong قوية جدا، هنا الليكويد بيبقى انترميديت برضه زي ما بقوله كده انتر
ميديت. طيب في الجاز يبقى ايه؟ ها الفورسز بتبقى almost not found، اي almost not found، يعني كأنها مش موجودة تقريبا كده، almost not found. أو لو أنت عايز تقول طبعا الفورسز هتقول so weak very weak، لو ما عرفتش تقول almost not found استبدلها بso weak، أهي so weak يعني ضعيفة جدا جدا جدا. طيب motion of molecules، الموشن هنا في السوليد قلنا إيه؟ limited، محدودة جدا، so limited. هنا الموشن في الليكويد intermediate، intermediate أو more than solid. هنا بقى الموشن يس very fast، very fast يعني بيتحرك بسرعة. ايه examples عندنا السوليدز، طبعا الميتالز كلهم عندك بقى، حط الكبر والايرن، هنا الكبر والايرن حاجات كتير. الليكويد عندك الووتر والاويل، اهو ووتر اويل. عندك بقى الجازز، حط بقى اكسجين، اكسجين هيدروجين. طيب المقارنه اللي بعدها بي او اس، يعني بوينت اوف كومباريزن، وجه المقارنه ما بين الاليمنت والكومباوند. انا جبت لكم الصوره دي، اليمنت وادي كومباوند. طيب الديفينيشن، الاليمنت اللي هو الاليمنت مولكيول، عشان تبقوا عارفين التعريف بتاعه، تعريف هنا اليمنت مولكيول وكومباوند مولكيول. طبعا الاليمنت مولكيول تو اور مور، اهو تو or more atoms، هو في اكتر من atoms but the same element، for the same element، for the same element، يعني هو نفس ال element اهو O2 O3 H2 خلاص، هو كله H يعني 2H 3H 100H مش هتفرق، هو H في الاخر، هيدروجين او اكسجين. طب هنا في الكومباوند لا، بيبقى ايه؟ combination of، هنا يبقى combination of two or more، two or more different، لازم يبقى عندي كلمة different في compound، two or more different ايه elements. يبقى الفرق بين ده وبين ده ان ال element بيبقى two or more، yes the same، two or more ايه atoms for the same element، هو نفس ال element. طيب الستراكشر هنا الاليمنت تمام، زي ال H2 مثلا، هنا اهو بيبقى ايه 2 ايه، ايوه بيبقى هنا 2 identical، 2 identical elements. طب هنا بقى 2 different، 2 or more اهي 2 or more different elements. طيب عندنا example، حط عندك بقى الهيدروجين اهو H2 O2 O3 اللي هو الاوزون، اهو كل ده ايه element molecule. تعال هنا بقى حط عندك الووتر H2، بص في الووتر بنقول H2O. طيب كربون دايكسيد CO 2، شايفين؟ المقارنة اللي بعد كده number of jointed legs ما بين الانسكتس عندهم كام؟ 3 بيرز، يبقى الانسكتس عندهم 3 بيرز. طب الاريكنيدز عندهم 4 بيرز. طب الميليبيدز بقى دول عندهم ايه؟ large number، دول عندهم ايه؟ large number، عدد كبير جدا بقى. طيب examples الانسكتس، حط عندك بقى الفلاي يعني سهلة اهي، حط عندك الانت تمام، الاريكنز عندك اثنين السبايدر والسكوبيون، اهو سبايدر وادي سكوبيون اهو. طيب الميليبيدز عندك التشوليس وعندك السكولوبانديرا، عندك اهو التشوليس والسكولوبانديرا، لو انت تكتبها سكولوبانديرا كده. عندك بقى number of incisors and rodents on a one in each row، يبقى هنا بيبقى فيها ايه one up one down،
طب الليجومورف بيبقى فيها 2 1 يبقى 2 up and 1 down. خلينا بقى نخش في mentions the difference between pin and wheat. قلناها في الشرح، قلنا البين اللي هو الفول والبيز اللي هي البسله، دول بيبقى ايه؟ داي كاتاليزن. اهو البين بيبقى اس داي كاتاليزن، داي كاتاليزن. اوكي طيب، عندنا الثاني اللي هو الويت، اهو الويت بيبقى مونو كاتاليزن، مونو از مونو كاتاليزن. خلاص طيب، الهيدروجين والهيليوم سؤال مهم برضو. قلنا الهيدروجين اكتف جاز، يعني الهيدروجين ده ايه؟ هيدروجين از اكتف جاز، ده بيبقى ان اكتف جاز، اكتف جاز. طيب الهيليوم هيبقى ايه؟ يس نوبل جاز. هيليوم از ان انرت جاز، بيبقى انرت او نوبل ايه؟ انرت or noble gas، عشان متعود يكتبها noble يكتبها noble. طيب H2O N2 لسه قايلينها. طيب H2O ده ايه؟ compound. برافو عليك، H2O is a compound، ده بيبقى compound molecule، compound molecule. طيب N2 ده بيبقى ايه؟ element molecule. N2 is an element molecule، element molecule. طيب الكترون اند بروتون، يس الكترون از نيجاتيف، الكترون از نيجاتيف بارتيكل، نيجاتيف بارتيكل اوتسايد ذا نيكلس، اوتسايد ذا نيكلس، بيبقى بره ايه؟ النيكلس. طب عندنا البروتون، يس بوزيتيف، بروتون از بوزيتيف بارتيكل، بوزيتيف particle inside the nucleus، inside the nucleus. طيب عندنا بعد كده pine tree and palm tree. pine tree قلنا gymnosperm، يعني pine tree gymnosperm، او اس gymnosperm، gymnosperm. طيب الثاني اللي عندنا palm tree بيبقى ايه؟ angiosperm. palm tree is angiosperm، angiosperm. طيب جيلي فيش اند موسلز، الجيلي فيش ده بيبقى ايه؟ ايوه سوفت بادي. جيلي فيش ده بيلونج تو ايه؟ سوفت بادي، سوفت بادي او هاز نو سبورت، يعني ممكن تقول سوفت بادي او هاز نو سبورت، ما عندوش ايه؟ سبورت. طيب بالنسبه للثاني بقى اللي عندنا المسلز، ده عنده ايه؟ اكسترنال مسلز، هاز external support، external support، يعني العظم بتاعه او الحته الدعامه بتاعته بتبقى منين؟ من بعض. scientific term سريعا، anything that has mass and volume بيبقى ايه؟ برافو عليكم، matter. matter anything that has mass and volume، الحاجات السهله. يعني the mass of unit volume، تعريف ايه ده؟ mass of unit volume، density. برافو. طيب temperature at which solid matter change into liquid، قال لي هنا كلمة temperature يبقى هنا لازم تبقى ايه؟ melting point. طالما قال لي فيها كلمة temperature يبقى لازم تبقى ايه؟ هنا melting point. طبعا solid to liquid هتبقى melting، وكلمة temperature هنا يبقى point. the smallest part of matter that exists freely، ركز معايا، طالما قال لك exists freely يبقى ما تروحش غير على كلمة molecule، ما تقولش غير molecule. يبقى طالما قال لي exist freely يبقى على طول تبقى ايه؟ molecule. طيب the smallest unit of matter share in chemical reaction، قال لك share in chemical reaction يبقى دي على طول مين؟ atom. يبقى كل واحده ليها معرف، لو قال لي exist freely يبقى ده مين؟ molecule. طب لو قال لي share in chemical reaction تبقى ايه؟ atom. negatively charged particles لسه قايلين اللي هم مين؟ electrons. negative على طول يبقى ايه؟ electrons. طيب the number of positive protons مين هو ده؟ atomic number. برافو عليكم، atomic ايه؟
قال لي the number of positive protons يبقى atomic number. طيب the summation يعني جمع of number of protons and neutrons. ها protons plus neutrons ده بيبقى ايه؟ mass number. برافو عليكم، بيبقى mass number. طيب imaginary regions او imaginary area where the electron revolves، طالما قال لك imaginary around the nucleus يبقى ده بيتكلم على ايه؟ energy level. energy ايه؟ level. تقرا كلمة imaginary. طيب the amount of energy gained or lost، طبعا ده بيبقى مين؟ amount of energy gained or lost when the electron move from one energy level to another، بيبقى بيتكلم على ايه؟ quantum. هنا بيتكلم عن الكوانتم. The ability to do work على طول، مين ability to do work؟ energy. excellent. طيب the stored energy، خدوا بالكم من كلمة stored، مفيش هي واحدة بس اللي بيتقال عليها stored energy، أيا كان اللي هيجي بعد كده اللي هي إيه؟ potential energy. برافو عليكم. يبقى لما يقول لك stored energy على طول هتبقى إيه؟ potential energy. طيب energy due to motion، أدي energy وأدي motion، يبقى دي تعرفها إيه؟ تعريف إيه؟ kinetic energy. يبقى energy of motion دي تعريف kinetic إيه؟ energy. طب لو قال لي stored يبقى potential energy. The sum of potential energy and kinetic energy دي بتبقى على طول mechanical energy، الاثنين مع بعض يبقى ايه؟ mechanical energy. اللي هو بنجمع ال potential energy مع ال kinetic energy. Energy is neither created nor destroyed. ده ايه ده؟ but converted from one form to another. ايوه ده ايه؟ the law of conservation. The law of conservation of energy. Unicellular microscopic organisms that cannot be seen by naked eye. اللي هم ايه دول؟ فاكرينهم انتوا؟ اللي هم المايكروسكوبيك اورجانيزمز. ايوه مايكرو اورجانيزمز اللي هم بيعيشوا فين؟ في البرد. The fundamental unit of classification of living on the mean unit of classification species. Species is the unit of classification of living organisms. Science that studies similarities and differences between living organisms and groups them. ده اللي هو ايه؟ taxonomy. taxonomy اللي هو في الباب الأخير. modification، قال لي modification يبقى على طول بيتكلم على ايه؟ adaptation. modification تبقى adaptation. قال لك modification أو change يبقى على طول بيتكلم عن ال adaptation. آخر حاجة عشان نبقى خلصنا ال problems، ازاي نعمل problems. calculate the density، أول حاجة أنت بتعملها بتكتب الرول، لازم تكتب الرول ده عليه درجة، هو البروبلم بيبقى عليه درجتين، كتابتك للرول دي عليها درجة لوحدها، يبقى density equal إيه؟ mass divided إيه؟ volume. تمام. بعديها فين الماس عندي؟ أهي 50 جرام، يبقى أجي هنا أقول له كده الماس عندي 50 جرام divided by الفوليوم 10 كيوبيك سنتيمتر، ادي الكيوبيك سنتيمتر ده الفوليوم صح؟ ادي هنا ايه؟ 10 ايكوال هتساوي ايه؟ 5. ايوه اهم حاجه اليونت بقى، انا عندي هنا جرام وكيوبيك سنتيمتر صح؟ ادي جرام وادي الكيوبيك سنتيمتر. الطريقه دي تتحل البروبلم. Find the density of metal its mass is 78 جرام and the bottom graduated cylinder has 100 cubic centimeter of water and the level of water. طب يا مستر انا عندي two volumes هنا، سهل ماينصهم من بعض على طول، تعالى على جنب كده يعني اكتب كده V equal الفوليوم هيساوي ماينصهم، ادي 110 minus 100 equal 10، يبقى انا كده طلعت الفوليوم لوحده. لما تلاقي عندك two volumes او two masses ماينصهم من بعض عشان تلاحظ. والخطوه الاولى لازم اكتب ايه؟ برافو عليكم، اقول له density، لازم الرول يتكتب اول حاجه equal mass divided volume، بعد كده سيادتك عوض بالارقام اللي عندك، ادي عندك الماس كام؟ 78 اهو على الفوليوم الاخير اللي احنا طلعناه اللي هو كام؟ 10 so equal 7.8 جرام كيوبيك سنتيمتر. طيب calculate the potential energy of an object its weight، هنا اعطاني الويت على طول، يعني هنا الويت اعطاه لي جاز، ف
طب افرض عطاني ما عطانيش الويت، طب احنا عارفين الويت نجيبه ايه؟ من الماس تايمز جرافيتي اكسلريشن، يعني لو ما عطانيش الويت بيبقى عطيني الجرافيتي اكسلريشن بجيب منه، لكن هنا الويت عطاه لي جاهز على طول. السيت اون هايت اوف 3، طيب لازم اكتب الرول، قلنا البوتنشال انرجي ايكوال ايه؟ بتساوي ايه؟ ايوه ويت اللي هو اهو الوزن تايمز ايه؟ هايت، يبقى بوتنشال انرجي ايكوال ويت تايمز هايت. الويت اعطاه لي جاهز على طول، لو ما اعطاش جاهز بيديك الماس والجرافيتي بتضربهم في بعض. طب هو اعطاني الويت جاهز هنا 20 نيوتن صح؟ تايمز بنضربها في ايه؟ في الهايت اللي هو كام؟ 3 متر. يبقى كام بقى البوتنشال انرجي يطلع ايه؟ 60 جول، 60 ايه؟ جول. سهلة؟ كالكوليت ذا كاينيتيك انرجي، كالكوليت ذا كاينيتيك انرجي. تمام. طيب الرول بتاع كاينيتيك انرجي بيقول لي ايه؟ كاينيتيك انرجي ايكوال بتساوي ايه الكاينيتيك انرجي؟ حد فاكر؟ ايوه هاف، ايوه ماس يعني نص الماس تايمز ايه؟ يس سبيد باور 2، سبيد سكوير او سبيد باور، يعني السبيد ده بيتضرب في نفسه. هاف ماس يعني نص الماس تايمز سبيد سكوير، ده الرول اللي عندي. طب نبتدي نعوض، في ماس اطول الهاف اهو بينزل اهو هاف، الماس كام عندي؟ فين الماس؟ اهو calculate the kinetic energy of an object its mass 6 kilogram and moves at speed of كذا، ماشي 6 كيلوغرام تايمز السبيد بتاعه كام؟ 2 متر بير سكند او 2. طبعا هنا الـ 2 سكوير يعني كانها بضربها في نفسها تاني، الـ 2 دي بضربها في ايه؟ في نفسها تاني، حطها بين اقواس كده عشان تبقى عارف، يعني هنا اهو بين قوسين كده 2 تايمز 2 بتبقى كام؟ 4. بس واحد هنا خد بالك هنا هاف ماس هاف 6 يعني كام؟ 3، 3 تايمز 4 ايكوال 12، يبقى تطلع كام؟ 12 هنا جول. طب فهمناها تاني؟ يبقى هاف ماس يعني نص الستة، هاف تايمز 6 اللي هي 3 تايمز 2 تايمز 2 هتطلع كام؟ 12، 2 تايمز 2 4 تايمز 3 تطلع 12. واخدينها في الماس انك انت لازم بتحل اللي جوه الاقواس الاول تمام، وبعد كده ايه تكمل بقى. A force of 20 newton acted open an object and it may move 10 meters. Calculate the work. ها ايه الرول بتاع الورك؟ كنا بنقول الورك يساوي ايه؟ ايوه force times distance او displacement. كنا بنقول force times displacement displacement. يلا كده نعوض، الفورس عندنا كام بالنيوتن على طول؟ الفورس ادي 20، يبقى الفورس عندي 20 times الديسبلسمنت اللي هي الديستنس يعني اللي هي ايه 10 متر بتطلع 200. اوكي دي كانت اخر حاجه، طولت عليكم معلش، بس ده الترم كله احنا خدناه تقريبا في ساعه. ماي بيست ويشز، اتمنى كل الامنيات الطيبه ليكم كلكم. لو في اي حاجه سيبوا كومنت، ولو شايفين ان ده كان مفيد اللايك والشير والسبسكرايب. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، أشوفكم على خير، سلام.